Leicester City ليجيا ورس البولندي شان كيفاش ليستر سيتي الانجليزي وين الجوله الخامسه دور اوروبي شان وين يضرب بقوه ليستر سيتي وين باستون داكا الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 11 جيمس وين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 شان فيليب من جانب ليجيا وارسو البولندا من قلص النتيجة في الدقيقة 27 والفيرد داندي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 33 وين شان وين الأهداف اللي تسجلوا يعني الكل في الشوط الأول شان كاسبير شمايكل في الحراسة جوني شان تيمونتي شان كاجلير لوك شان بارنيس كيفاش والفيرد ندادي مسجل الهدف الثالث شنا لو كامان شنا باتسون داكا يعني وين نقولوا بلي وين المباراة اللي تلعبت يعني على جزيئات صغار من جانب خاصة وين ليجيا الوارسو البولندي هذا النادي وين شنا كيفاش وين يوري في الدفاع ماتوس شنا فيليب شنا ماتيس ارتور اندريا يعني ليام شنا ماهو يعني وين موتي كذلك في الهجوم ماتيوس اللي دخل في الشوط الثاني يعني نقولوا بلي وين حاولوا بكل طرق من اجل التفادي الانهزام لكن ليستر سيتي الانجليزي يضرب بقوه يعني شأنه كيفاش يفوز بهذه المباراة للشوط الثاني وين ليستر سيتي عرف كيفاش يجيري المباراة يعني عرف كيفاش يجيري المباراة لقطة بلقطة دقيقة بدقيقة كما نقولوا ويتلعبت خاصة وشأن المدرب تاع ليستر سيتي اللي لعب بطريقة ذكية ليستر سيتي وين عرف كيفاش يمشي طريقة اللعب تاعو بالخطة وهي المعروفة طريقة اللعب تاعو معروفة واللعب خطة اليوم مش عندنا 4-1 4-1 ليجيا وارسو البولندا اللي لعب خطة 4-4-4-2 يعني كل مدرب وكان عنده نظرة تاعو كل مدرب وكان يحاول كيفاش يخرج فائز في هذه المباراة لكن ليستر سيتي الإنجليزي وين عرف كيفاش يفوز في الأخير ويسجل أهداف يعني بطريقة ذكية وين عرف في الشوط الأول كيفاش يقتل المباراة يعني في الشوط الأول عرف كيفاش يقتل المباراة بطريقة ذكية وين كان الفوز ليستر سيتي أمام هذا النادي ليجيا البولندا لهذا الدور في الجولة الخامسة ليستر سيتي الإنجليزي ليجيا وارسو البولندي وين الدور الأوروبي سايد